نحسنوا من النظافة ديال الحي ديالنا واننا نحسنوا من طريقه تدبير نفاياتنا الصلبه اللي حنا كنلقاو فيها واحد المشكل كبير. ما نطولش عليكم، غادي نمشي مباشره للمشروع. طبعا فاعلين تنمويين سبق ان قدمنا لهم هذا المشروع في الانطلاق الرسمي اللي كان يوم 2 دجنبر مع طبعا في العماله ديال انفا بحضور سيد الكاتب العام للعماله وبحضور مجموعه من الفاعلين لمجالات متعدده اللي غنتكلموا عليهم فيما بعد. هو طبعا كيندرج اطار واحد البرنامج وطني اللي كيخص النفايات الصلبه لو بلان ناسيونال لي ديشي ميناجي اسيميلي. هذا المشروع هذا طبعا هو مشروع ديال وزاره البيئه واللي حنا دخلنا فيه وخدينا فيه واحد الحيز اللي غادي نشتغلوا معاهم فيه. على طبعا المشكل النفايات كلنا تنعرفوا انه تيكلف واحد الثمن باهي. دونك باش انا الغرض ديالي هو انه حمايه الموارد الطبيعيه عن طريق التحسيس البيئي والتربيه من اجل التنميه المستدامه. هذا طبعا كيخص الموضوع بالكامل لان الفكره هي تحسين جوده حياه المواطنين اقتصادي. هاد العناصر الثلاثه بهم دايوغ انا راه تنحرق شويه المراحل. هاد العناصر الثلاثه بهم كتدخل حيت ملي كنشتغل على ما هو بيئي ما يمكنليش ندير ما هو بيئي فقط وبدون ان اهتم بما هو اقتصادي. حيت ملي غادي مثلا الحين دخلنا شي ديال الميكرو وهاد المسائل هادي كلها راه شنو غادي ندير الكرتون ديال الورق حتى هو مشكل لانه خص غابات خص كذا خص كذا. دونك اقتصاديا ما يمكنليناش نعوضوا بحال ربما في الولايات المتحده الامريكيه كنشوفهم خارجين دي باكي اون بابيير ديال الكرتون حتى ما نديرو هادي. يعني حنا كدوله في طور النمو دونك عندنا مسائل اخرى خصنا ننميوها. وبالتالي لابد ان نحاولوا نقدروا يعني نسيروا ما هو اقتصادي حتى تحسين الظروف ديالها وباش تدخل كذلك فيما يسمى المدارس الايكولوجيه. ولكن كذلك حنا كجمعيه وكجمعيات دابا في الحين غنشتغلوا فيها في المجال ديال النظافه ديال النفايات. كيفاش نعلموا الاطفال كيفاش يدبروا النفايات في المنازل ديالهم لان من الطرق السليمه باش نجمعوا دابا جمعنا فقط واحد العدد ديال الناس اللي الحمد لله كيشرفوا. الى دخلنا المؤسسه التعليميه راه غادي نستهدفوا واحد العدد كبير حيت كل طفل راه عنده اسره او جوج اسر عنده خوال عنده العمو عنده كذا. دونك بالتالي مدرسه المؤسسه التعليميه من الطرق الممتازه للتربيه كان المشترك اللي الانتاج المشترك للنظافه لا كوب برودكسيون دو لا بروبرتي ان فرونسي. الانتاج المشترك للنظافه يعني اننا كنتشاركوا كلنا تنجلسوا كلنا حول طاوله التفاوض ومن ثم تنخرجوا بحلول اللي تشاوروا فيها الفاعلين. لا كوبيراسيون الموند ديال التنميه من بعد يعني كان الاتفاق على تنزيل المشروع بحي السلام. الانطلاقه ديال المشروع يعني كانت بحضور السيد عمده ديال مدينه اكادير كذلك الساكنه المحليه التنمويين بمدينه اكادير وكذلك يعني جمعيات الحي انخراط مكتب وحيوي لساكنه الحي الوفاق وحي السلام في ثلاث لقاءات تواصليه اللي يعني بحال هذا الشيء اللي حنا عاملين اليوم. والهدف من هذا الشيء هو ان الساكنه خصهم يحاولوا يتملكوا هذا المشروع لان هذا يعني الا ما تملكوش هذا المشروع هذا الرحيم. هذا نهار كبير ان شاء الله. هذا اليوم هو يوم تحسيسي فيما يخص برنامج وطني اللي هو الانتاج المشترك للنظافه. كيقوم هذا البرنامج باختصار على يعني جميع الفاعلين انهم ينخرطوا فيه باش يحافظوا على البيئه بالدرجه الاولى. ومن خلال هذه العمليه ديال الحفاظ على البيئه مرورا اذن بانتاج النظافه المعالجه الاوليه للنفايات التي تخرج من البيت والتي تخرج من المصنع والتي تخرج من المتجر الى اخره. فبهذا خص الناس يعرفوا على انهم فاعلين كبار في هذا الانتاج ديال النظافه. وبالارقام نتحدث على ان مدينه الدار البيضاء ولا مدينه اكادير كمثال لهاد النظافه فهي كتنتج وهي مدينه اكادير سنه 2014
كان يقدر عدد السكان ديالها ب 447,326 نسمة، اللي كينتجوا حوالي 131,514 طن ديال النفايات. وهذا الحجم الهائل ديال هاد النفايات كيكلف حوالي 30,250,000 درهم. إذن خص الإنسان يعرف على أن إلا دار واحد أناكت، إلا دار واحد الفعل، وهاد الفعل خصو يكون في صالح النظافة، يعرف راسو على أنه غادي يكون غير في صالحه هو كمواطن وفي صالح الوطن ديالو، وبالتالي في صالح الخدمة اللي غيسديها للبيئة. الدور ديالنا حنا بالاساس كيتجلى اولا خصنا ننظموا، خصنا نربيو نفوسنا بعدا، اولا خصنا نبداو، اللي قال هذاك اللي بغى ينظف ينظف يبدا من راسه. حنا بغينا ان شاء الله نبداو من البيوت ديالنا اولا، من الاسره ديالنا، من الجيران ديالنا، بتحسيس بالخطوره ديال النفايات وبالضروره ديال استعمال الطرق والانخراط في هذا البرنامج هذا، باش نحاولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا ننتجوا يعني اقل ديال النفايات، ولا نعرفوا كيفاش ننتجوا النفايات ديالنا اللي هو هذا هو الاساس. انا ما نقولوش للناس اودي ما تاكلوش بزاف، راك ما غاديش باش ما تصنعوش، باش ما تخرجوش النفايات بزاف، لا، غادي نوريوهم من خلال التجربه اللي ساهموا فيها بزاف ديال الناس، ومن خلال كذلك يعني الطرق يعني العصريه والفعاله في كيفاش ننتجوا الازبال ديالنا وما تكونش فيها ضرر للبيئه، وهذا هو الاساس. شكرا لكم اسيدي. هذه الصور هذو يعني زعما يعني المعاناه ديال واحد الساكنه اللي هما هشه، والمجتمع المغربي نعيش منها وليداتي ونقري منها، وهذه هي المهنة والله ما خطوة ولا مش نصير. واش كتربح فلوس من هاد الشركة تما؟ انا قاعد بلاستيك ب 24 ريال، كارتون ب 10 ريال، تنصور ديك 60 درهم 70 درهم. هاد الخدمة اللي كيديرها السلام مهمة بزاف. سير بعرس علاش خدنا نعجز الزبل بوحدو؟ حيت نعاودو نستعملو هادشي اللي كيجمع السلام. مثلا الكارطون ما غنبقاوش نقطعو الشجر بزاف،
ندرس احتقار هذاك السيد راه موسخ راه هذه، على العكس انه هو واحد الانسان اللي كيحاول يكسب ذاك القوت اليومي ديالو، كيحاول يربي وليداتو بواحد طرف الخبز اللي هو حلال، واخا كيقلب في اليد شي وين راه هذاك الشيء اللي تيبيع وهذوك الفلوس اللي تيجيب راه حلال تيربي بهم وليداتو. علاش حنا المغاربه ما بقاش نشوفوا هذيك الشوفه؟ علاش حنا ما نتعاونوش معاه؟ علاش حنا ما نديروش واحد يعني واحد لي جيست اللي هما يعني بصار هو اننا غادي نعزلوا هذاك الزبل ديالنا وغادي نخرجوه، وهذاك الانسان نحاولوا اننا عوض انه يكون اكسكليو مارجيناليزي سوسيالمون، يعني مقصي اجتماعيا. علاش لما نخلقوا ليهش واحد يعني واحد يعني واحد الفضاء اللي يقدر يعني يحاول يمارس هذيك المهنه ديالو، وين يمارسها بواحد الطريقه اللي هي تتحفظ ليه الكرامه ديالو كما كتشوفوا. يعني حتى يعني حتى ديك النظره ما كتاثرش على هذاك الميخالي، راه كتاثر ميم على الاسره ديالو اللي كتشوف مثلا هذيك البنت ديالو يعني راه اثر عليها انسان جو بونس راه تقدروا تكونوا سمعتوا بها يعني من ديال كازا. يعني كانت واحد البنت اللي سمعت سمعوا يعني الاصدقاء ديالها في المدرسه بان الوالد ديالها ميخالي غير ذلك. البنت يعني مسكينه ما لقاتش شي حل اخر هو الانتحار، يعني انتحرت في الاخر. شاب وشابه اللي تيشتغل، شاب عنده مشروع زيرو ديشي، واول مره تنشوفهم تكلمت لي عليهم زار المركز في المعرض اللي كان، وهما تكلوا بانهم تيشتغلوا على النفايات وعندهم بروجي زيرو ديشي. تنظن بان استدعيناهم اليوم باش يكونوا معنا باش نستوعبوا التجربه ديالهم. معنا واحد الشابه كذلك اللي هي كتشتغل على الغوسيكلاج ديال البلاستيك. كي قلت لكم قبل حنا ما عندناش حلول سحريه فقط الباكاد ماجيك والمسائل غادي تحل كلها، دونك حنايا الان في اطار اننا نتشاور ونشوفوا شنو غادي. داكشي علاش قلت للشباب يجيو معنا نستافدوا من تجربتهم، الا قدرت تخرجنا كاين حتى مشكل نتعاملوا معاهم. دونك حنا جميع المبادرات جميع الاقتراحات مرحبا بهم. هذا هو مع افيك لي مويان دبور. داكشي اللي عندي بسيط راه نقدر ندير كيف كنديروا الفرز ديال الخبز. حنا الفرز الخبز المغربي حتى حنا تيربي. علاش انت تسول الناس يقول لك حيت نعمه الله؟ دابا اللي بغينا نعرفوا ان نعمه الله ماشي هي الخبز بوحدو، نعمه الله خبز هي، ولكن راه حتى القشر الخضراء راه نعمه الله، حتى البلاستيك نعمه الله، حتى لي كانات وداك المعدن وداك كلشي داكشي. علاش؟ حيت كله قادر انه يعاود يتدور ويعاود يعطينا يفيدنا اقتصاديا واجتماعيا بالنسبه لهذيك الميخاليه مثلا اللي تكاين هنا. هنا قرعه مثلا هذا دونك بدل ما نغنيها كيمكن نصغر ليها الحجم، نقدر ربما نفكر بشي طريقه دو كومبريسيون اوفر فوا هذيك المسائل. هادشي هذا تيكون عندنا كثير فغادي نبداو نختار نديرو. انا اللي فكرت باش ما يكونش انا لي بوبيل كثر غنديرو غير هذا اقتراح بلاستيك بوحدو، ولكن معاه ربما هنا عندي شي حوالي زجاج مثلا الى غير ذلك حتى هذا غوسيكلاب. دونك كاع لي غوسيكلاب لو ناشف نقدروا نديرو، ولكن غادي يكون معايا فيدوزات الزيت مثلا. فيدوزات الزيت الا درناها مع الورق حيت الورق حتى هو قابل للتضوير، الورق او الكارتون المشكله ديالو هو الا صبتو الزيت كيما يبقاش ولا الورق ما يمكن تروسيكلاج، خصو يكون ما يكونش فيه الزيت. دونك الا درنا واحد كنديرو فيه كلشي سكي ريسيكلاب غادي يمكن هذا يفسد لينا وبالتالي ما غيتستعملش. الورق كنستعملوه بزاف وغنديرو بزاف في المؤسسات التعليميه. دونك غادي نقدروا نديروا مثلا شي خشب بلاستيك نديروا فيها. انا فكرت في هاد لي باك دابا، هادو غير اقتراحات ماشي هذا هو الحل الجدي. قلت لكم راه الحل كيجي من الساكنه واللي غادي هما عارفين المطبخ ديالهم وعارفين الامكانيات ديالهم. انا فكرت مثلا في هاد لي باك هاد اللي عاد شفت هذا والحاويات اننا نديروا مثلا في العماره. الاغلبيه ديال العمارات هنا في ميزاسونسور دونك الدرج كيتستعملوا قليل. فكرت هذا مثلا نديروا فواحد ليطاج ندوب لي زيطاج ديك الدرجه اللي كتكون كبيره فواحد الكوان والناس الساكنه يرميو فيه القراعي ديالهم مثلا ديال النهار باش حيت الكوزينه تيكون الاغلبيه مضيقين. يا ربي فين غن اليوم الا بغينا كنديروا لوتخي انا غنخرج من الكوزينه مابقاش فين نوقف. دونك حنا خصنا نلقاو شي حل اللي واخا الكوزينه صغيره نقدروا نديرو. دونك عندي جوج قراعي ديال الماء ولا ديال الزيت ولا كذا نرميهم بدل ما يبقاو عندي في الكوزينه نهبط نديرهم في ديك نهبط واحد جوج دريجات ولا نهبط لاسونسور نحطو والعماره كلها غادي نرمي. يمكن هذا يعمر في نهار يمكن في يومين يمكن في ايام وفا ويخرج ديك الساعات وغناقشوا كيفاش غنديروا بواحد الطريقه تيبقى عليها ما في مسد على راسو. ملي كتجي لي طريقه جديده كيبقى واحد التشنج هو كيفاش غندير ولا صعيب طبيعي. دونك هادي كتسمى اعاده الاستعمال. كاين الحنوض راه حنا عندنا واحد البانو تما غادي نفسرو مزيان يوسف اللي قلت لك. كاين عندنا كتسمى بالفرنسيه لي 3 ار ريدويغ. ديجا ما نحاول ما نشريش المعلبات شي حاجه اللي في قرعه ما نشريهاش، نحاول نستعمل اللي ما هو، ولكن الا شريتها ضروري نعاود الاستعمال ديالها ولكن ما تكونش بلاستيك.
ماشي بلاستيك زاج. واش زاج؟ عاود استعملها تتهرس هضر معاك. ولكن بلاستيك راه تي تدخل فيها الميكروبات اسهل من الا كانت زجاجه. تمام الزجاج حسب كتدخل الميكروبات كاين مواد كيماويه دونك ايفيكتيفمون دونك الزجاج نعاودو الاستعمال ديالو دونك لي 3 ار شنو هي يا ريدوير يعني تقليل النفايات غيوتيليزي اعاده استعمالها وكاينه الثالثه هي ريسيكلي اعاده التدوير دونك انطلاقا من بلاصه من القارورات راه كنقدروا نصوبوا هاد الشكيطه ديال الناس مقرعه بلاستيك برك دونك شتي راه الله يعطيك الصحه سي يوسف متفق معايا دونك عندك الحق ان اعاده الاستعمال ما نرميو داك الحاجه الا اللي فعلا ما كنحتاجوهاش. بسم الله الرحمن الرحيم. وبها احمد رئيس لجنه التعمير بمقاطعه المعارف ورئيس جمعيه يعني وعملوا عده اشياء في المنطقه الجنوبيه بالنسبه للمسائل الملموسه اللي هي في صالح المواطنين. هذا المشروع ديال هذه الجمعيه اللي كنتمنى يكونوا جمعيات في هاد يعني يكونوا يمشيوا في هاد اتجاه من اجل المصلحه ديال اولا الوطن كذلك مصلحه المواطن وكذلك المصالح الاجتماعيه ديال القرب. بمعنى الا انطلقنا حيت المجتمع المدني هو اهم شيء الا ماشي حنا كنقولوا كالدوله ديما الدوله ولكن المجتمع المدني هو قريب للحاجه وقريب لحاجته وعرفها اكثر من غيره. بان اليوم الدار البيضاء وخاصه كنتكلم بالنسبه للمعرف اللي هو المعرف عنده تاريخ منذ القدم كان انسان في الخمسينات الستينات اللي بغيتي تدخل المعرف تكون جي لابس وتكون كتحس بان جاي لواحد المنطقه ما سميتو فعواد كنشوفوا المسائل ديال العصرنه والمسائل ديال الحداثه اللي خصنا نواكبوها كنشوفوا المعارف رجع للوراء فعاد خصو يمشي بمعنى الا جينا نشوفوا جميع المواطنين انطلقوا من هذه العمليه من اجل الاصلاح ومن اجل المسائل ديال التشجير اللي هي حق من المواطن ولكن خص تجي من المبادره من المواطن يعني تجي من البيت تجي من المدرسه تجي من المسائل ديال الفقهاء والعلماء ديال الدين تجي من جميع الشرائح المجتمعيه حتى من رجال ديال السلطه ديال المؤسسات وكذلك المواطن العادي والمثقف الى غير ذلك. هنا غادي نمشيو ترجع الدار البيضاء داك الشيء اللي بغى فيها جلاله الملك اللي تكلم على الدار البيضاء مرارا وتكرارا ولكن بمعنى هو تكلم مع المواطن بين المواطن خصو يكون فعال المواطن سواء انسان داخل المجالس او الجمعيات او المواطن العادي. الا جينا نشوفوا مستقبل ديال الدار البيضاء اللي سيدنا تكلم عليه يعني وكاين مشاريع اللي غادي يجيو وهما جايين بالنسبه للدار البيضاء وغادي تكون قطب يعني مالي ربما يعني ما خصش الدار البيضاء تكون في هذا المستوى الان اللي هي من طبيعه الحال كنشوف واحد العدد ديال الحفر وانا كنقولها وكنتحمس لوتي واحد العدد ديال الحفر عدد ديال المسائل ديال النفايات عدد ديال المشاكل ولكن انا كنرجع دائما الكره للمواطن بان المواطن خصو يكون حاضر المواطن خصو يدافع على منطقته ويدافع على مصلحه الوطن ومصلحه البلاد بانه الوطنيه والمواطنه هي المواطنة خرجت من الوطنية بمعنى الوطنية ماشي لاكارت ناسيونال ولا باسبور حيت أنا مغربي لا ولكن المغربي هو اللي كيدافع على وطنه وكيدافع على منطقته وكيدافع على السمعة ديال البلاد. ثانيا وبالنسبة باش ترقى الدار البيضاء اللي هي الأصل ديالها سميتها أنفا هي السمية الأولى أنفا وسمت لكاسا بلانكا وكنقولوا لكاسا بلانكا إلا جينا نترجموها كنلقاو الدار البيضاء إلا جينا نترجموها بأمريكا وهو البيت الأبيض نسميوها ولكن خص تكون ماشي المسايد ديال الكلام ولكن خصنا نمشيو من أجل النظافة وباش الدار البيضاء ترقى أمنيا اقتصاديا اجتماعيا يعني في جميع المجالات وخص كذلك المواطن خصو يخدم توفير اليد العاملة
توفي المناخ للمواطن، ماشي بالكلام، ماشي بالمعارضة ضد المعارضة من أجل المعارضة، ولكن عرضني وعطيني علاش ونقشوا الموضوع، ماشي حيت علاش. قلت لك الصراعات السياسية والمسير اللي هي كاينة هي كيمشي لحقوق المواطن، خصنا نكونوا كمواطنين ومن أجل البناء ومن أجل الإصلاح تماشيا مع السياسة ديال رمز الوحدة الوطنية اللي هو جلالة الملك. وشكرا. شباب قولوا تيزنيت شكون كاعين، ما عرفتكمش، قولوا تيزنيت شكون كاعين. خبيز خيركم ولا خبيز ولا شي حاجه زوين. السلام عليكم، الاسم ميراوي عبد العزيز، انا عضو في جمعيه خير بوان كوم ومن ساكنه ديال فال فلوري. هذا الموضوع ديال النظافه هو موضوع اللي كان دائما كيحز في القلب ديالي، وكنظن كيحز في القلب ديال جميع الساكنه، ولكن اللي كان خصو يتخاض هو كانت تخاض بادره لتحسيس السكان حول هذه الافه اللي ولات كتشكل خطوره على الصحه ديال الساكنه، ولات كتزعج لواحد الدرجه لا تتصور. كنظن بان هذه البادره ان شاء الله، هذه البادره اللي هي في الانطلاقه ديالها ان شاء الله تتم في احسن الظروف ويكمل ان شاء الله النجاح، ونتمنوا الله اننا نشوفوها كتعمم ماشي غير في الحي ديالنا، في جميع الاحياء المغربيه، لان صراحه احنا محتاجين بزاف بحال هذه البادرات هذو، ومحتاجين ان شاء الله اننا نعيشوا في واحد الاطار اللي فيه شويه ديال الجماليه وشويه ديال 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 السكينه. أستاذة محمد لطيفة، عضوة جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، مديرة مركز التربية البيئية بالدار البيضاء، ومسؤولة عن المشروع على صعيد عمالة مقاطعة أنفا. اليوم كنحتفلوا بالانطلاق الرسمي على مستوى الحي، سبق لنا احتفلنا بالانطلاق الرسمي على مستوى في قاعة بالعمالة بحضور السيد الكاتب العام لعمالة مقاطعة أنفا، وبحضور واحد مجموعة من الفاعلين ومن المسؤولين على القطاعات المختلفة اللي عندها علاقة بالمشروع. اليوم عندنا مرحلة، عملنا مراحل متعددة، منها تواصل مباشر مع الساكنة، منها زيارات لمعرض التربية البيئية اللي كيعرف واحد المعرض حول النفايات البلاستيكية وخطرها على مستوى البحر وعلى مستوى الثروات البحرية، وبالتالي وهذا المشكل اللي عنده علاقة مباشرة بالنفايات الصلبة اللي احنا طبعا في إطارها كنشتغلوا في هذا المشروع هذا. اليوم المرحلة اليوم هي مرحلة ديال الانطلاق على مستوى الحي، إذا نريد أن نعبئ أكبر عدد ممكن من الساكنة حتى ينخرطوا في المشروع. فهذا المشروع هذا الإنتاج المشترك للنظافة اللي طبعا هو بدعم من مؤسسة دروسوس السويسرية، طبعا بشراكة أساسية، واللي يعني منذ الانطلاق منذ اليوم الأول للانطلاق كانت معنا وزارة البيئة اللي في شخص السيدة الوزيرة المنتدبة في البيئة، اللي وقعت اتفاقية مع السيد رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض على الصعيد الوطني. والآن المرحلة طبعا وبالإضافة طبعا لشراكات المسؤولين ورؤساء الوقت يعني الفعل رؤساء القطاعات المتعددة، السيد عامل عمالة مقاطعة أنفا، السيد رئيس مقاطعة المعريف، ورؤساء متعددين إذا في إطار في قطاعات عمومية ومؤسسات خاصة. اليوم اللقاء اللي كان اليوم هو لقاء حاولنا نعطيو فيه فكره موجزه حول مشروع الانتاج المشترك للنظافه للساكنه، حاولنا نعبئوهم ونحمسوهم حتى ينخرطوا في هذا المشروع، حتى يعرف نجاح، وحتى نحسن من جوده ازقتنا ومن جوده حي فالفلوري اللي هو تعرف هذا النشاط باعتبار انه حي نريد ان يكون منه نموذجا الذي سيحتذى به حتى يتم تعميم هذا المشروع على مستوى مقاطعات انفا بكاملها، وطبعا مقاطعه الدار البيضاء بصفة يعني عمالة الدار البيضاء والمغرب بصفة عامة. طبعا مع العلم أنه انطلق في مقاطعات متعددة من بينات وفي عمالات متعددة من بينتهم عمالة المحمدية، عمالة عين السبع، عمالة عين السبع البرنوسي والبرنوسي، عمالة بمسيك، وطبعا عمالة مقاطعة أنفا. فاليوم كان الحمد لله يوم ناجح، باعتبار ان الناس يعني تيجيو تيسولوا وتيشجعونا
وتيبداو بالرغبه ديالهم في الانخراط في المشروع. وطبعا بالنسبه لي هذا هو النجاح الاكبر. وشكرا جزيلا للصحافه اللي بدونها جميع الانشطه وجميع كل ما يقام به من فعل ايجابي ومفيد للبلد الا ما كانتش راس لن يتم اعلامه. والا ما تعلموش الناس بما يحدث من جيد غادي نبقاو كنشوفوا غير ما هو الأسوأ، وبالتالي كتبقى ديك النظره السوداويه لبلادنا اللي بغينا نحاولوا نحيدوها. والصحافه هي اللي غتقدر تعاوننا في هذه المساله هذه، انها تشجع الطاقات اللي كاينه في البلاد وان الناس اللي كيديروا انشطه مفيده انهم يتعرفوا وانهم يكون عندهم اشعاع، الشيء اللي كيشجعهم انهم يستمروا كيشجع ناس اخرين انهم ياخذوهم عبره ويحتذى بها في هذا الاطار هذا. وشكرا جزيلا.